خذها قاعدة ودقق فيما أقول جيدا. إذا كان الجوال يزاحم الأذكار الصباحية فمسارك خاطئ. يا أخي لا يعبث بك هذا العبث، قل أذكارك ولا تنظر فيه إلا بعد أذكارك يا أخي، حتى لا تنساها حتى لا تنام. وكذلك الحال بالنسبة لوردك من القرآن، إنسان يقرأ كل يوم جزء من القرآن، جاءت أخبار وجاءت أمور وجاءت أحوال، فصار يتابع قال اليوم لم أقرأ إلا نصف جزء، هذا من غفلتك، خطأ هذا. وردك من القرآن هذا لا يعطلك عنه أحد نهائي، لا جوال ولا غير جوال، إلا مرض ليس لك فيه حيلة. لا يعبث بأعمارنا هذا الأمر، هذه أنفاس وأوقات وأيام محدودة ونمضي من الحياة. يبني الإنسان في الميزان يجده بإذن الله تعالى في تثقيل حسناته، أما أن تضيع أعمار طلبة العلم بهذه الطريقة هذا مسار خاطئ يا إخوة. الحقيقة أنه فتنة وأنه عبث بحياة الناس عبثا عجيبا. جهاز صغير يعبث بحياة الإنسان، حتى وهو يقود السيارة ينظر فيه، حتى وهو في المسجد يتأمله، حتى وهو عند والديه ينظر فيه، حتى وهو يقول أذكار يقول سبحان الله وبحمده ينظر فيه. أي ذكر هذا؟ أي ذكر تذكر الله تعالى وتدعو الله اللهم اغفر لي وأنت تنظر فيه؟ كيف القلب سيجتمع القلب مع اللسان؟ القلب أصلا يصاب بالغفلة ويعرضك الشيطان لعدم الخشوع في القرآن ويبعدك عن التركيز، كيف تأتي بمثل هذا؟ حتى بعض الناس يقول أذكار سبحان الله وبحمده وينظر في الجوال، ليس هذا من أدب الذكر يا أخي. ينبغي أن يعلم هذا الجهاز لا يعبث بالرجال العقلاء طلبة العلم، تعطيه حدا وتوقف نفسك عنده، تسترسل أخبار كثيرة ومتنوعة وفيها، وين يكون تأخذ منها بقدر محتوى. ولهذا تعرف أن الفتنة أنواع، وأن من الناس من يفتن بمثل هذا. سبع ساعات ستمضي في جوال، سبع ساعات ستمضي في نوم، كم يبقى من عمر؟ تدري أن العمر إذا ذهب منه ثمان ساعات في اليوم، إذا ذهب ثمان ساعات في اليوم نوما، والنوم لا بد منه ولا أحد يلومك على النوم. أتدري كم عمرك في 30 سنة؟ 20 سنة، والثلث راح نوم، لا أحد يلومك أن تنام، لكن سيمضي جزء من حياتك نوما، هذا أمر طبيعي عادي. سيأتي الجوال وسيزاحم من النوم ويأخذ ثمان ساعات، سيمضي ثلث عمرك في نوم وجوال. تقول الله يا أخو البخل مذموم إلا بالوقت، كن بخيلا بالوقت، لا يضع الوقت في جوالات وفي سهرات وفي ثرثرة وفي ما لا ينفعك، احرص على وقتك. هذه أنفاس وأوقات وأيام محدودة ونمضي من الحياة، هذه أنفاس وأوقات وأيام محدودة ونمضي من الحياة.